السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ماشي جديد 100%، لحقاش بغينا نعاودوا نهضر الكاليتي ديال الصوت اللي كانت عيانه بزاف في الفيديو اللي قبل، واللي كانت حتى على واحد السياره اللي طلبتوها بزاف. هي سيارات الهيونداي اكسنت، سياره زوينه وفيها بزاف ديال المميزات. غادي نحاولوا نهضروا على لا فيرسيون اللي حابسه دابا، واللي هي التعاود بكونسيبت جديد ان شاء الله، راه ديجا تكوميرسياليزات حاليا في المغرب، ولكن غادي نهضروا عليها ان شاء الله مره اخرى. دونك دابا غادي نقتصروا على لا فيرسيون الاولى اللي كاينه من 2012 حتى تقريبا 2018. الناس اللي بغاو لي فيش تكنيك، بزاف ديال الناس هضروا معايا وقالوا لي بقا تخلينا دي فيش تكنيك ديال السيارات. انا غادي نخلي لكم ليا ديال الفيش تكنيك ديال هاد السياره بالضبط في الديسكريبسيون، حاولوا تيليشارجيوها باش تاخذوا معلومات عليها اون ديتاي. فوالا، كان شي اقتراح واحد اخر، حنا ديما موجودين، ما تبخلوش علينا بالاقتراحات ديالكم، التعاليق ديالكم الايجابيه منها والسلبيه. ندوزوا للفيديو مباشره. هاد الفيديو غادي يهتم خصيصا بالهيونداي اكسنت الجيل الرابع ديال المصنع الكوري هيونداي. اول فيرسيون ديال الهيونداي تم التصنيع ديالها في سنة 1995. الجيل اللي حنايا مهتمين به في هاد الفيديو هذا بدا التصويق ديالو في سنة 2011، اواخر 2011 بداية 2012. هاد الشكل هذا جاب اختلاف كبير بينه وبين الفيس ليفت القديم، سواء من الداخل او من الخارج. السيارة من حيث الشكل الخارجي تثير الانتباه صراحة، السيارة الافو كلاس وفيها واحد طابع اللي كيبقى سبور. حتى الانتيريور ديالها دارت فيه خدمة مزيانة، تيتماشى ومتطلبات السوق وتينافس السيارات قوية اللي كاينة حاليا. السيارة عملية وكتماشى مع بزاف ديال الفئات العمرية، كسوا لي جون او الناس الكبار، وكنلقاوها عند الفئتين وحتى الاناث بارفوا. لا فيرسيون القديمة 2002 اللي تال 2006 عفوا، صراحة كان عندها شكل اللي هو عادي، دونك ما كانش شي خدمة فيها اللي كبيرة، واخا كتبقى الثمن ديالها مقبول بزاف، ما رخيصة حاليا في القديم، ولكن فيها بعض العيوب، دونك ما كنهضروش عليها في هذا الفيديو هذا. لي ليد ديال الهيونداي الجديدة تبدلوا، الكالوندر ديال السيارة الحجم ديالو صغار، المنظر فيه كيبقى حتى هو كيف ما قلنا قبيله سبور. من الامام لي فارونتي برويار اللي جايين مايلين شي شويه، تزيدوا حتى هما من الجماليه ديال هاد السياره. دونك الشكل الخارجي او حتى الداخلي صراحه ما فيه ما يتعيب، دونك السياره مقبوله بزاف. بالنسبه للي بنو ديال لا فواتور، السياره ديسپونيبل في 14 وفي 15. الانتيريور ديال السياره كيتميز بالشكل ديالو الانيق، غالبا تيكون ديسپونيبل في ثلاثه ديال لي كولور، كاين في النوار في البيج وفي الكري. فيها فولون ملتي فونكسيون كيمكن من التحكم في مستوى الصوت، المكالمات الى غير ذلك، دونك لي زوبسيون اللي كتعرفوهم كاملين. لورديناتور دو بورس هو تيتميز بالبساطه ديالو، فيه دي زوبسيون بازيك مزيانين بحال الاستهلاك ديال الكاربيرون، بحال الانظمه ديال السياقه، البلوتوث، لوكسيليير الى غير ذلك. فيها كودوار ديسپونيبل، كودوار لي فيرسيون نورمال ما فيهم سيستم نافيغاسيون اندرويد اللي كتمشي معاهم، كاميرا دو ريكول والرادار دو ريكول، دونك غالبا تيتركبوا ليها دي زيكرون ستوندار، اولا لا كانت شي فيرسيون سير كوموند. لا ميم لا فيرسيون العامره ما كانتش فيها، نورمالمون كنت ديجا فيريفيت في لا ميزون، لا فيرسيون العامره الباك مايسترو ما كانتش فيه ديسپونيبل شاشه اللمس الذكيه، دونك غالبا كنظن بان الزبون يمكن له يدومونديه ابار. لا فيرسيون جديده اللي نخصو ليها غالبا شي حلقه قريبا، لحقاش بدات كوميرسياليزات دابا، راه كاينه في السوق المغربيه، وخدها احد المتتبعين وشكرها بزاف، غالبا دابا كومونت على هذا الفيديو هذا وخلي لنا التعليق ديالو، قال لك بانها زوينه عجباته بزاف، وتف من ناحيه ديال السياقه ولا الكونفور اولا الفينيسيون، فقال لك طوموبيله مزيانه ومشكور. الكوفر ديال السياره كبير وكافي، كتوصل السعه ديالو ل 389 لتر. لا فواتور ديسپونيبل بدو كاتيجوري ديال الموتوريزاسيون، كاينه في الان 4 والان 6 سي ار دي اي بقوه ديال 138 حصان بالنسبه للنوع الثاني. اول كاتيجوري كتولد قوه ديال 160 حصان، التسارع ديالها ماشي كبير بزاف، كتوصل 11.3. لا فيتاس ماكسيمال ديال الكاتيجوري الاولى فكتوصل ل 175 كيلومتر في الساعه، والكاتيجوري الثانيه كتوصل اللي فيها 138 شوفو كتوصل ل 195 كيلومتر في الساعه. الريزرفوار ديالها كيبان لي سوفيزون، كيبلغ الحجم ديالو ل 45 لتر.
لا كونسوماسيون ديال السياره معتبره ولا بلوبار ديال السيارات الكوريه معروفين وكيتميزوا بهذه الخاصيه ديال لا كونسوماسيون اللي قليله او موين السياره كتاكل تقريبا 5% دونك في السيكل اوربان 6.6 طريق طويله 4 حتى 4.5 دونك على حسب لا كوندويت وعلى حسب بيان سور بارفو حتى لو تيب ديال الكاربورون دونك الجوده ديال الكاربورون حتى هي كتلعب دور فوالا دونك هذه كانت غير بين قوسين واحد التلخيص اللي خفيف على هيونداي اكسنس دابا غادي نحاولوا ندوزوا للمميزات ديال السياره من خلال الفيديوهات ديالنا سنحاولوا نجمعوا كاع المعلومات اللي كنعرفوها والمعلومات اللي ما كنعرفوهاش سنحاولوا نقلبوا عليها سواء من خلال الناس اللي عندهم تجربه في المجال او الناس اللي كسبوها او حتى في مواقع اللي هو مشهوره ورائده في مجال السيارات الناس اللي تيجيو يخليو دي كومونتير غير باش يكريتيكيو وسمحوا لي دونك راه الكريتيك اصلا ما تيهمناش حنايا عندكم شي اضافه او شي حاجه ممكن تفيد الناس تقسموها معنا مرحبا ما عندكمش باغين غير تكريتيكيو على والو من الاحسن بلا ما تشوفوا الفيديو دونك كيف ما قلنا السياره كتميز اول حاجه بلي بيس دو روشونج اللي موجودين دونك هذا هو الاهم واول حاجه تيسولوا عليها الناس اللي كيبغيو يشريو الطوموبيلات او الناس المقبلين على شراء السيارات اون بون اوكازيون تيسولوا ديما في هذه النقطه هذه واش كاين البياس واش الثمن ديالو رخيص واش ما غاديش تعذبهم منين طيح الطوموبيله اون بان دونك السياره بيسكو باديه من 2012 فلي بياس موجودين سواء في الجديد سواء في القديم كل بياسه والثمن ديالها بحال كاع الطوموبيلات لا كونسوماسيون ديال السياره كتبقى من بين اهم النقاط ديال القوه وكذلك الديجاجمون ديال السي او 2 اللي كيبقى ناقص بزاف الشيء اللي كيف ما قلنا قبيله كيهتم به المصنع الكوري السياره سباسيوز وكونفورتابل ما كاينش مشكل ديال الدب عكس سيارات واحده اخرى اللي الثمن ديالها قريب بزاف ولكن الاكسنت كتفوق عليهم في هذه النقطه هذه لي ديفو دو كونستركسيون كانت واحد السيريز كوميرسياليزات ما بين 2014 و2015 خرج فيها ان ديفو ديال لا بواطا فيتاس اوتوماتيك مي كانت قليله والشركه تدركات هذه النقطه هذه وتم التبديل ديالها دونك هذا حسب التصريح ديال هيونداي في ديك الوقت ممكن كنظن راه مازال ديسپونيبل في الانترنيت لو بغيتو تطالعوا على هذه المعلومه هذه ولكن حاليا دونك السيارات راهم مزيانين كاينه واحد لا فيرسيون كوبي اللي قليله بزاف وتكون غالبا شفتوها ما كاينش اختلاف بينها وبين السيدان من حيث المحرك ولا لي كاركتيرستيك ديال المحرك الاختلاف اللي كاين تقريبا من ناحيه الشكل الابعاد ديال السياره من في العرض كيبقاو بحال من ناحيه ديال الطول فالكوبي الكوفر ديالها صغير بارابور للسيدان لا موتوريزاسيون كتبقى هي السياره نيرفوز في الطريق وبويسونت ولكن كاين واحد النقطه سلبيه اللي كتبان لي فيها انا شخصيا هي لو بوا ديالها كنظن بان الحجم ديال المحرك مع الحجم ديال السياره كاين شي خلل كيلكو بار الطوموبيله كتبان لي خفيفه بزاف دونك سيرتو في الطريق راه كاين واحد الاحساس عند لو كونديكتور بحال سايق طوموبيله ايسونس دونك ما كتحسش بديك التقوليه ديال المازوت كيف ما حنا تنقولوا وكيبان هذا الشيء هذا سيرتو ملي كتكروازا مثلا مع شي طوموبيل اللي هي كبيره بحال لي فورغون اولا كاميونات كتبان لك السياره بانها ما ثبتاش بزاف وما شداش راسها وخفيفه دونك الناس اللي مدوزينها يقدروا يكونفيرميو لينا هذه المعلومه هذه وهذا كيبقى راي شخصي بناء على التيست ديال هذه السياره هذه وتا الناس اللي مقبلين على الشراء ديالها دونك كيف ما كنقولوا دائما باش نيفيتيو مثلا هذا المشكل ديال الخفه ديال السياره او عدم الثبات ديالها في بعض السرعات اللي هي عاليه دونك بنادم يمشي بشويه عليه كيف ما باي سرعه مشيتي ما غاديش تكسب بزاف ديال الوقت الا كنا كنلعبوا على 5 دقائق ولا 10 دقائق فبنادم يصبر كاع ربع ساعه ويمشي بخير وعلى خير لي شوك حتى هما تاثروا عليها بويسكو لا طول كيف ما قلنا قبيله ما صحيحاش بزاف وهذه المعلومات تقدروا تلقاوها في مواقع اللي هما معروفين بحال كراديزياك بزاف الناس هضروا على المشكل ديال لاطول وبان لاطول ديالها ما صحيحاش ديفو واحد اخر تيهضروا عليه الناس مي انا صراحه ما عرفتش واش هذه النقطه هذه كاين عندنا كاين هذا المشكل هذا لحقاش صراحه حتى الطوموبيله ما كطيحش اون بزاف قال لك لي بيس دو روشونج ماشي فيابل ما كدوش بزاف مثلا البياسه وكتعاود طيح اون بون هذه كتبقى معلومه بين قوسين انا شخصيا ما متاكدش منها ولكن نظرا لانها تعاودات بزاف في منتديات اللي مهتمين بالسيارات فرسائنا نتقاسموها معكم وإلا كاين شي اضافه كيف ما كنقولوا زيدوها لنا بالنسبه للطوموبيله اون بون اوكازيون هذه لا فيرسيون اللي كنهضروا عليها بالذات اللي من 2012 ل 2018 ولا 2017 تقريبا بزاف الناس يفضلوا عليها الفوكس الكوبي الفوكس القديمه
دونك انا درنا على الفوكس برلين اللي ممكن تقارن بها. كيقول لك من حيث الصح كتبقى صحيحه عليها، ومن حيث الكونفور ما كاينش شي اختلاف كبير. لا طول ديال الفوكس كيقولوا الناس بانها ثقيله، وهذا الشيء هذا كيبان، وديجا راه خصصنا ليها واحد المراجعه وخادرنا على فيرسيون كوبي، ما كاينش بزاف الاختلاف، والثمن ديالهم متقارب بزاف. دونك في البون اوكازيون كنلقاو تقريبا نفس الثمن بالنسبه للفوكس جيا 2 او للجيا بلس، فما كاينش اختلاف بينها وبين الاكسنس بلي موديل الاولين، دونك 2012 او 2013. دونك الازمنه ديال السياره كيبقاو ما بين 9 وانت طالع، دونك على حسب الفيرسيون ديال السياره. الفيرسيون العامره ديالها اللي قلنا قبيله هي المايسترو، تكوميرسياليزات ب 19 مليون في الجديد، حاليا كتلقاوها ب 13، كتلقاوها ب 12، بارفوا ب 11، دونك على حسب كل، دونك الاسمنه كتختلف بنادم يفيريفي بيان سور الكيلومتراج، يفيريفي ليطا ديال السياره واش ماشي اكسيدونتي لا غير ذلك. وكل ما كانت السياره نقيه كل ما الثمن ديالها تيطلع حتى في البون اوكازيون. واخا البون اوكازيون عندنا حنا راه مازال غالي بزاف. الفيرسيون الاولى اولا ديبيوت غام كوميرسياليزات 140 الف درهم في اللونسمون ديالها، وغير مؤخرا كانت مازال دايره هاد الثمن تقريبا سيرتو في شهر 12 كيقربوا دابا لي بروموسيون، كيكونوا بروموسيون كتكون ليكيداسيون ديال السيارات اللي قديمه باش كتدخل لا فيرسيون جديده كتعوضها. فوالا الاخوان سالينا الفيديو ديالنا، تقريبا كانت غير ريفيزيون معاوده ديال هيونداي اكسنت نظرا للجوده ديال الصوت اللي قلنا قبيله ما كانتش مزيانه. الفيش تكنيك ديال السياره غادي نخليها لكم، اللي بغى يتيليشارجيها هي كاينه لتحت. النسخه الجديده غادي نهضروا عليها ان شاء الله في شي فيديو جديد. تهلاو في راسكم، نتلاقاو نهار السبت بفيديو كيف ما وعدناكم، غادي يكون جديد وعامل استفاده. الله يعاونكم. Oh.